السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي قناة حلويات ومملحات هاجر. كنتمنى انكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم كعب الغزال، كتشوفوا معايا الشكل ديالو راقي بزاف. ان شاء الله غنشارك خطوة بخطوة العجين اللوز حتى العجين ديال الكعب ديالو وكيف نقشتو كلشي الطريقة ان شاء الله. الشكل ديالو كما كتشوفوا راقي، المنظر ديالو والكعبه كبيره ما شاء الله. كنشكركم بزاف بزاف على الطريقه اللي كتخلوا على التشجيعات ديالكم، على داك الكلام الجميل اللي كتخلوا لي دائما، كتشجعوني. خليكم معايا في الفيديو ان شاء الله حتى الاخر. عندي هنا 100 غرام د الزبده على درجه حراره المطبخ، نص كاس الماء الزهر، 300 غرام د الطحين، مغرفه ديال السكر كراسي كبيره، ربع مغرفه ديال الملح، نص مغرفه ديال المسكه الحره اللي مطقوقه. غنعملو كلشي في الماكينه يتعجن، بغيتي تعجنو بيدك كل وحده على حسب الخدمه ديالها. هنايا جاني عجين قاصح شويه وزدت له شويه الماء، يجيك قاصح العجين كتجندو شويه الماء، يعني تكمل العجين ديالك بشويه ديال الماء، ما خصوش يكون قاصح بزاف، ما خصوش يكون رطب بزاف. هنا عندي 400 غرام ديال اللوز اللي نقيته طبعا ونشفته مزيان من الماء، وعندي 200 غرام ديال السكر، عندي هنا زهرة البرتقال، مغرفة ديال القرفة، ونص مغرفة صغيرة ديال المسكة. عندي هنا زهرة البرتقال أول مرة غادي نستعملها، صيفطتها لي مرات خير من غرناطة، أول مرة غنستعملها. مكانتش عندك تستعمل غير الماء الزهر العادي ديالك. هاد زهرة البرتقال فيها واحد النسمة قوية بزاف، عجبتني بزاف. هنا خلطت زهرة البرتقال اللوز والسكر، طحنتهم الطحنة اللولى، عاد عملت لهم القرفة وداك المسكة، غادي نخلطهم ونعاود نطحنهم الطحنه الثانيه حتى كيتعجن لنا العقده ديالنا كتجهده معجنه. غنعدل بها حربلات، كل حربول فيه 23 ما بين 23 و 24 غرام. كما كتشوفوا هنا جبت الماكينه، جبت منا داك العجين ديالي اللي تعجن، غنغطيه بالبلاستيك الغذائي وغنخليه يرتاح جانبا على بالي نعدل العقيدات الحرابيل ديال اللوز. هنا وزدتهم انا كما قلت لكم بين 23 و 24 غرام، خرجت لي 30 حبه، يعني هاد 400 غرام ديال اللوز خرجت لي 30 حبه، ولكن كما شفتوا الكعبه كبيره، يعني ماشي كعب صغارين، كعبه كبيره. بغيتي تعملهم صغارين من هيدا تعملهم صغارين من هيدا، كل وحده على حسب الذوق ديالها وعلى حسب الخدمه ديالها. انا اضطريت، يعني كيعجبني اصلا واخا نعملهم غير هيدا للدار، كيعجبني نوزن حاجه وتجي لي قد بعطيتها، كنت يعني متساكه من غير هيداك بلا ما توزن، كل وحده على حسب الخدمه ديالها. كما قلت لكم كنعاود ناكد 400 غرام ديال اللوز خرج لي 30 حبه. غادي نكمل ان شاء الله هاد الحربلات هادو ديال اللوز ونبداو ان شاء الله. بسم الله الدعاء على بركه الله. هنا عندي ديك اللوز اللي حربلت معكم، عندي كل وحده هنا فيها ديك 23 24 غرام، خرجوا لي 30 حبه 400 غرام ديال اللوز. 400 غرام ديال اللوز كما قلت لكم مع 200 غرام السكر خرجت لي 30 حبه، كل حبه فيها 23 24 غرام. هذا العجين ديالنا غنخدم غير بالمطلاق، اللي عند الماكينه تستخدم الماكينه. بالنسبه للعجين قلت لكم غنستعمل هنا غير المطلق، ما غنستعملش الماكينه، نحاول نطوب العجين. بالنسبه للطحين، الطحين غنستعمل غير شويه، يعني غير باش ما يلصقناش العجين، نحاولوا ما نكثروش من الطحين باش الكعبه ديالنا كتجيب بلون، ما كتجيش كولور ديالها خايب، يعني كتجي مدعنسه، خاصها تجي مالسه وتجي بالبريو. فلهذا ما نكثروش من الطحين، العجين اصلا ما كيكونش خفيف بزاف، كيكون جامع راسو، ملي يكونش خفيف بزاف ما كيكونش قاصح. خصناش نخليو العجينه غليطه، ضروري معروفين خصها تكون العجينه غليطه. باش العجين نعملو غدا غير شويه ديال الطحين، يعني ما نكثروش غير واحد شويه باش ما يسقناش في الصبعيه، ما
ماشي. نثبتوا العجين من الحويشات مزيان باش ما ترتقطناش الكريبه ديالنا. حتى كنثبت الكعبه ديالنا ونقطعها عاد كنعوض لها الفورمه ديالها، وكل وحده والخدمه ديالها. كان هنا بعد ما كنقطع الكعبه عاد كنعوض لها الفورمه ديالها، نرقوها من فوق. وطبعا عند الفورمه ديال الكعبه اللي كتكون بحال الهلال، من بعد هنا الجنبات اللي بقاو خاويين نضغطو عليهم باش ما يبقاوش خاويين، ونقطعوا الزوائد. بالنسبة للنقشة نستعملو هدا النقشة حدا، المهم أنا نوريكم هنايا النقشة اللي كنعمل أنا، وطبعا كل وحدة والنقشة ديالها، كل وحدة والخدمة ديالها. بهاد الشكل هذا مائل هذا شويه، وكنشبر العجين غير شويه باش ما تجيش النقشه ديالنا غليطه تجي رقيقه. بعد ما عندي النقشه عاد نزيد نعوض الفورمه ديالها، حيت دابا ملي كنهزوها في يدنا باش نقشوها طبعا الكعبه كتخسر ما كتبقاش معوضه. المهم انا كنقش فوق الميساء، غير دابا بغيت نقرب يدي وصافي للكاميرا. الى شنو انا مش نعدل هيدا تمن 5 6 الكعبات، ونقشهم كنبقى نعدل شويه بشويه، وانا ماشا ونقش ما خلوش حتى يبس بزاف العجين، حيتاش يعني لا تشرقنا العجين وبس الكعبه ما تعطيناش للنقش، فلهذا ما نخدموش بزاف د الكعاب عند النقشو. الا كنتي بوحدك كخصك تخدم 5 6 الكعبات على حسب الخوفه ديالك وتنقش باش ما يبزلكش الكعب العجين ديالك ديال الكعب. هاد ملي كنا كنسكيو هنايا العجين نحاولوا ما نشوفوش ما نخليوش داك البربوخات ديال الهواء، يعني العجين فيه مبوق بحال الشكل هيدا، نحاولوا نعليو العجين، نحاولوا ما نخليوش داك البواقات ديال الهواء في الكعبه. ويلا بقاو ماشي مشكل، من بعد كنثقبهم طبعا بالمجك. المهم انا كنرقق من فوق الكعب اللي كنعمل انا، كنخليه من تحت غليط ومن فوق كنرققه من فوق هيدا، عاد كنعوج يدي
كتجي الكعبه كتشوف المنظر ديالها بحال الكعبه ديال الفرح الافرح عفوا كنبغي نهضر زعما باش يفهمني كلشي ساعه كنرونا كاع ما يفهمني حد. المهم قصكم هنايا هذا الشكل هذا كما كنعرفوا يعني الشكل ديال الكعب ديال الافراح. وصراحه واحد النسمه طالعه من هاد العجينه هذه داك المسكه وداك ماء الزهر كما قلت لكم مع ديك خنيشه ديال زهره البرتقال. واحد النسمه فيه هائله بزاف طلع واحد النسمه من هاد العجين كتحمق ولا ديك اللوز. ها كعبتي ما تبارك الله كما شفتوا كبيره الكعبه بحد الفرح. اللي بغيت نقص مكره نقص. المهم انا كيعجبوني هيدا باش كيجيو المنظر ديالو فحال الفرح. نعاود نقش معكم اخرى كنعوج يدي في النقشه وضروري باش كتجي النقشه مزيونه وعاطيه المنظر. نشبروا الغزين غير شويه ونتكيو العجين غير شويه ونتكيو نضغطوا عليه مزيان باش كيجي رقيق النقشه ديالو كتجي عاطيه المنظر. دابا غنعمل العكس ديال هاد الشريطات هادو يعني العكس ديالهم كل صف كنعمل العكس د اخر. انا نحاول نقلب من الكاميرا واخا كيجيني معذب شويه. من بعد الكعبات عندنا القدام منقوشين يعني محتاجش نثقبهم من القدام يعني غنثقبهم عين اللور بواحد الشوكه واحد الابره واحد الابره اولا شي شوكه ولا شي حاجه هيدا ونثقبوهم اللور واحد ثلاثه ديال الثقيبات ونبيتوهم طبعا ليله كامله باش الكعبه ديالنا متعمله في الفرن كتهبط ديك الدميعات ديال السكر وكيجيو عاطين المنظر. المهم هنا نوريكم هاد الكعيبه هادي وغادي نكمل نعمل بزاف عاد نبدا نقش ان شاء الله. انا اصلا كما شفتوا يعني ما عملتش بزاف ديال الكعبات يعني عملت 400 غرام ديال اللوز. كتشوفوا ملي كنقشوا ديك اللوز كيبقى يظهر هيدا باش ملي كطيب الكعبه ديالنا كتهبط ديك الدميعات وكيجي المنظر ديالها مزيون. والعجين كما شفتوا ما فيهش تقريبا مره طحين هذا ملي كيطيب كتجي الكعبه ديالنا عاطيه البريو. الا عمرتو كثرتو الطحين كتجي الكعبه مضببه. وطبعا من الاحسن من نبقاوش نهزو فيهم هاد الكعبات باش النقش ما يتقصرناش النقش ديالنا. وهيدا حتى كتبز داك الكعبه كنهزوها كيكون صافي يعني شبر راسو داك العجين. عملتها فوق هاد السباتول هذا اللي كنت العجين تقطع بها ولا هذا كيجي ساهله سهلت عليا هيدا حسن باش تنقش يعني ما تبقاش حنيه عنقك بزاف. مع انا عندي مشكل ديال السنسور ديال الظهر مع الحرق ديال الظهر هيدا كتجي حسن يعني كتقرب من وجهك وكتنقش حسن ما تبقى حنيه. انا نسيت راسي حتى بدا يحرقني عنقي عاد تفكرت ونص جبدته صراحه هيدا حسن كتقرب من عند وجهك يعني باش ما كتبقاش تحني بزاف وعمقك يبدا يحرقك حسب النقش فيه التمره كما كنعرفوا كما الكعب كما حلوة ديال التمر يعني كياخذ الوقت باش يجيك النقش متقون كياخذ الوقت صراحه. وكنساليو ملي كنجيو نساليو داك نص كيلو ديال اللوز اولا الا كان كيلو هي خلاص كتجبر راسك صافي يعني عمقك ولا كان واحد بوحدو كتجبر عمقك بلوك. فلهذا من الاحسن هاد اللعيبه اللي كانت عندكم من الاحسن هيدا كتهزها في يدك كتسهل عليك كتسهل لك يعني العيا ما كتعياش دغيا. اما العيا ليلة ليلة غير شنو هو ما تعياش دغيا بهذا الطريقه هذه. شوفوا ديما كنشبر النقاش نعملو في هذا ملي كنجي نبدا النقشه اخرى كنعملو في ساليت الاولى في ساليت الاخرى عفوا
هيدا باش كيجي مضبوطين وملصقين بعضهم. المهم حنايا هنايا كنحاولوا نكملوا النقشه ديالنا لان وقفت الفيديو وكنت مضطره يعني نخفف شويه الفيديو باش ما نطولش عليكم، وقلت باش هذاك باش يعني نخفف شويه الفيديو ما نطولش عليكم، كنستمروا في النقش ديال الكعبه ديالنا. كما قلت لكم هذيك سباتو كتساعدني بزاف باش كتقرب يعني الكعبه اللي عندك، ما تبقاش عنقك معوج بزاف مع الكعبه. وان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كنحاول زعما نقرب يدي باش كما كتعرفوا يعني نقش الكعب باسل شويه، الا بقيتي تنقش الكعبه ديالك كامله باسل شويه كنحاول نقرب يدي باش نشرحكم مزيان. بعض الاخوات عملوا لي في الطرطات اللي سبق اللي عملت معكم الجينواز والكاناتش، يعني كنكون سبق اللي عملت معكم حاجه ما كنبغيش نعاودها. بعض الاخوات يعني قالوا لي عملت طرطه من الاول ما كتفرشوش الفيديو ديالي قدامين، يعني كنأكد عليكم اي طرطه عملتها ما بديتهاش من الاول كنكون سبق اللي عملت الحاجه، يعني اي جنوه داك الجينواز اولا داك الكيكه كنكون سبق اللي عملتها، ما كنبغيش نطول الفيديو مره اخرى. هادو هما كعيبات بعد عملتهم في اللاطه خليتهم كما شفتوا حتى بسوا، ملي بسلو هذيك الواله يعني كيجي تهزهم وتنزلهم في اللاطه ما كتخسرش ديك النقشه، ما كتخسرش كتبقى معوطه، ولكن الا كان العجين باقي طري وتينات تهزها في يدك كيتخسر. كتشوف هنايا الزيته في يدي يعني كتبقى مزيانه يعني كتبقى مزيانه ما كتخسرش. هذا العجين هو اللي شاطلي لويته في واحد البلاستيك الغذائي وخبعته، يعني هذا القياس هذا كما قلت لكم 400 اللوز 300 غرام ديال الطحين، هذا شويه اللي شاطلي منه. كعيبات ما كيعجبنيش نعملهم العجينه غليطه يعني عجينه رقيقه، كنتي كتغلط يدك ما عايش داكشي العجين، ولكن كتجي من الاحسن العجينه تجي رقيقه. بعد ما باتوا لي ليله كامله تقبتوا من الظهر ديالهم ثلاثه تقيبات اربع تقيبات وعملتهم يطيبوا على 170 درجه، بيتهم ليله كامله غطيتهم بواحد المنديل بيتهم ليله كامله على غدا ان شاء الله. هنا الظهر ديالهم ان شاء الله غنتقبوه بواحد الليبره ونعملوه في الفران ما نفوتوش 170 درجه. هادو هما كعيبات نجي نطيبهم في الفران، كنعاود ناكد ما تفوتوش الفران 170 درجه غير 160 170. هادو هما كعيبات اللي بغيت نشارك معكم، كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله جاو غزلان كعب كبارين والنقش فيهم متقون كما شاركت معكم. هنايا الضو ما عرفتش علاش كيدوروا هيدا بحال صفيفرين بحال الكولور ديالهم محمر شويه، ولكن هما الكولور ديالهم بيض يعني ما خصناش نحمروهم في الطياب ديالهم. كما قلت لكم 170 درجه ما كنفوتهاش ومن بعد كاع هبطتهم، يعني ما خصهمش يتحمروا من الاحسن يبقاو بيض. كيظهرنا هيدا بحال حمرين شويه ولكن هما ماشي محمرين، راه بيض بصفه نهائيه بيض مره. تقبناهم طبعا من اللور كما قلت لكم وعملتهم في الفرن طابو على 170 درجه ما كنفوتهاش. هادو هما الكعبه ديالي اليوم اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعليقات اللي كتخلوا لي. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.